بحب الشاي من غير نعناع يا رب. قصة أغرب من الخيال. رجل معروف في السماء. يقول أحد الأمراء المسؤولين في السعودية: خرجت للحج هذا العام مثل الأعوام السابقة، فأنا أحب الحج كفريضة وأحبها أيضا كرحلة إيمانية، لكن في هذا الحج حدث شيء مختلف زلزل كل مفاهيمي عن الحياة. كنت في ليلة التروية في مخيم منى، لكن سبحان الله حسيت بضيقة نفس وخنقة، وحسيت إني أحتاج للمشي وحدي، وخرجت بدون حراسة ومعي تليفوني أسير على غير هدى نحو الجبال. هنالك في الظلام على صخرة بعيدة وجدت رجل عجوز ربما في 70 من عمره أو أكثر، يجلس وحيدا، وحين رآني قال لي: هل أنت اللي جايب اللحمة؟ ذهلت من كلامه وقلت له: وهل أنت تنتظر أحد يوصل لك لحمة؟ وهل أنت طلبت لحمة من مطعم مثلا؟ فقال لي بكل ثقة: بل طلبتها من الله رب كل أصحاب المطاعم، فأنا لم آكل أي شيء منذ العصر، ولقد طلبت من الله اللحمة وأنتظر من يأتيني بها. انظر لليقين. ضحكت غصب عني من هذا العجوز الجائع الذي ينتظر اللحم في عز الليل في منطقة مقطوعة، وقلت له: والله لأحضرن لك طلبك. كلمت أحد المسؤولين في المخيم تبعي وأرسلت له اللوكيشن وطلبت منه طبق كبير فيه أجود أنواع اللحم، وفعلا أتى أحد العمال به فوضعته أمامه فهلل وكبر وسمى الله وأكل بنهم شديد، يبدو أنه كان جائعا. وبعد أن انتهى قال: يا رب رزقتني باللحمة وكانت حلوة فعلا، والآن أريد أن أشرب كوباية شاي بالنعناع. مش بحب الشاي من غير نعناع يا رب. وأنا أستغرب من دعائي، هل ينتظر شاي وكمان بالنعناع في هذه البقعة المقطوعة؟ المهم أنه نظر إلي وقال لي: عاوز بقية الأكل؟ فقلت: لا شكرا. فجمع بقية الطعام وأعطاه لأول جماعة تمر من أمامنا، أعتقد أنهم من أهل الشام، وقال لهم: هذا رزق من الله لكم. فشكره الناس ومضوا لحال سبيلهم. لكن بعد لحظات عاد أحدهم وفي يده كباية شاي وقال له: يا شيخ هذه لك، وأرجو أن تقبلها منا كما قبلنا منك اللحمة. فقال الحاج العجوز: وهل في الشاي نعناع؟ فقال له الرجل: لا، لكن معنا نعناع، ثواني أحضر لك النعناع. فقال لهم الرجل العجوز: هل ممكن تجيبوا لي كوب ثاني للراجل اللي جنبي؟ فهو اللي ربنا بعته لي وليكم باللحم. يقول الأمير: وأنا والله العظيم مذهول، ومن كثر ذهولي لم أنطق أو أعترض، أخذت كوباية الشاي وشربت معه، وأقسم بالله لم أذق في حياتي مثل حلاوة هذا الشاي. وبعد أن شرب الشاي في صمت وهدوء وسكينة حمد الله وطلب من الله مخدة عشان ينام عليه، وقال: يا رب ارزقني مخدة، أنت عارف إني ما بعرف أنام على الصخر من غير مخدة. يقول الأمير: أقسم بالله العظيم أتى مجموعة من الحجاج من دولة المغرب وجلسوا بجانبنا وفرشوا سجادة ووضعوا وسائدهم بجانبنا، فاستأذنهم العجوز في واحدة فأخذها ونام، وسمعته يقول: يا رب الجو حر، ارسل لنا نسمة هوى عشان أعرف أنام. أقسم بالله العظيم، يقول الأمير، هبت نسمة هوى بالفعل، وهنا قلت وعيناي تدمع: الله أكبر الله أكبر، أنت مين يا شيخ؟ فقال لي: عبد من عبيد الله، وسبني أنام ورانا بكرة يوم طويل، سبني أنام ولا هدعي عليه. يقول الأمير: والله العظيم ترعبت حرفيا، وطلعت أجري، لم أقف إلا في المخيم، وهناك قابلت الشيخ الذي كان معنا في المخيم وحكيت له ما حدث لي. فقال لي: والله إني لأحب أن ألتقي بهذا الرجل الذي يدعو بأي شيء فيستجاب له في الحال. فذهبت أنا وهو، وهو واحد من أشهر مشايخ السعودية، وهو حي يرزق وشاهد على ما أقول، لنجد أن الرجل قد قام من نومه وسيتحرك. فقلت له: يا حاج على فين؟ قال لي: الفجر خلاص قرب، هدور على مكان أتوضى فيه عشان أصلي الفجر. فقلت له: يا حاج أنت عارف أنا مين؟ والشيخ اللي معايا ده مين؟ فقال لي: أيوة طبعا عرفكم، أنتم عبيد من عبيد الله زي. فقلت له اسمي وقلت له اسم الشيخ الذي كان معي، فقال لنا بدون أي اهتمام إطلاقا: أيوة يعني عبيد زي. فعرضت عليه أن يكمل الحج معنا فرفض، وقال: أفضل أنا حج على طريقتي. فأعطيته كارت فيه رقم تليفوني الشخصي عشان لو احتاج أي حاجة في أي وقت اتصل بي. فقال لي بصوت كله إيمان: وكلمك ليه وأطلب منك ليه وانت عبد فقير زيك زي؟ ما أنا لو عاوز حاجة أطلبها من ربي وربك، ولو شاء لجعل الخير يأتيني على يديك أو من غيرك. ومضى في طريقه. فناديت عليه وقلت له: ممكن طيب يا حاج تدعو لي؟ فقال لي بلهجة الواثقين: وليه أنت ما تدعيش لنفسك؟ فقلت له: لكن أنت دعاءك ما شاء الله يستجاب. فقال لي: يبقى ادعي وحاول تقرب إلى الله
حتى يصبح دعاءك أنت كمن مستجاب. ثم قال أمامنا: اللهم ارزقني بسيارة تنقلني إلى الجامع، رجلي مش قادرة تشلني يا رب. وبينما هو يتحرك ببطء بسبب سنه وضعفه، رأينا أنا والشيخ الجليل الذي معي أن عربية دورية للحج رأته فوقفت له وأركبته معهم. فالتفت إلي الشيخ الذي كان معي وقال لي: يا سيادة الأمير، نحن رجال معروفون في الأرض، لكن هناك رجال معروفون في السماء، ومثل ما ترتيبنا في الدنيا مختلف، ترتيبنا كذلك في السماء مختلف، واعتقد أننا التقينا برجل معروف في السماء أكثر مما نحن معروفين في الأرض. انتهت القصة.